قضت المحكمة العليا الأمريكية بتنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر السفر من 6 دول مسلمة وبشكل كامل، رغم استمرار طعون قضائية ضده في محاكم أقل درجة. سمحت المحكمة للرئيس ترامب بالتطبيق الكامل للنسخة 3 من أمره التنفيذي بوضع قيود سفر على مواطني كل من تشاد وإيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن. واستثنت المحكمة العليا من النسخة 3 اللاجئين الذين ينسقون مع منظمات خيرية معنية باللاجئين داخل الولايات المتحدة أو من لديهم صلة قربى بشخص يسكنها.